السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على المايلينغ بالمصطلح اللي تعرف او البيع عن طريق العمولة. فاول الاكسبيريونس ديالي انا في المايلينغ فخدمت فيه واحد المدة عليها، بغيت ندير هذا الفيديو هذا ان شاء الله، وغادي يكون فيديو صريح معكم ونحاول نجاوب على كاع التساؤلات اللي كيطرحها اي واحد باغي يدخل المايلينغ عن طريق هاد لي تيتر هادو. شنو هو المايلينغ، الارباح المتوقعة منه، الامكانيات التقنية اللي خصها تكون في هذاك المايلر، يعني المكتسبات ديالو العلميه انسي دو سويت، كيفاش خصو يكون هو اصلا في الكاركتر ديالو، راس المال، يعني شحال خصني باش نخدم مايلينغ، الطريقه الصحيحه للبدء، الطريقه الصحيحه للبدء كنركز عليها بزاف، ثم المده قبل بيع او ادخال اول دولار، وهنا كتختلف من واحد لواحد وعلى حسب ايضا على حسب الحظ ديالك والسوق كيفاش داير. غادي نبداو. جاوبت السبب علاش ما كاينش بزاف ديال الفيديوهات ديال المايلينغ اللي كيعلموا المايلينغ في اليوتيوب. اولا حيت المايلينغ كتهضر على طريقه نسبيا او بين قوسين غير شرعيه، كتستغل فيها واحد الشركات اللي هي كتقدم خدمه ديال ارسال الرسائل الالكترونيه، ما غاديش نهضر عليهم دابا، فغادي تلقاهم في لاشين الاخرى اللي غادي تلقاوها في لا ديسكريبسيون، وهي عشان هي لاشين الثانيه ديالنا اللي باغي دي فورماسيون في المايلينغ. بطبيعه الحال لي فورماسيون غادي يكون سواء ا ديستونس ولا بريزونسييل، يعني في واحد اللوكال. اللي بغى يدير لا فورماسيون فيهم يتواصل معايا في الانستغرام ديالي، راه تلقاه حتى هو في ديسكريبسيون. اولا شنو هو المايلينغ، قلنا هو ارسال، هو الخدمه ديال ارسال الرسائل الالكترونيه. هذه الرسائل الالكترونيه كيكون فيهم بيع واحد المنتوج، يعني كتبيع فيه واحد المنتوج، فهاد المنتوج ديال شركات عالميه. اذا المايننغ هو وكتربح عموله من هذاك البيع ديال هذاك المنتوج، وطريقه ديال الربح ديال العموله فكتختلف، يعني من اكسيون لاكسيون. كاين مثلا اللي كتصيفط له الميساج خصو غير يكليكي على هذاك لو سيت ديال هذاك اللي كيبيع هذاك البرودوي ويدخل له لو سيت ديالو، فهنا كتربح مثلا على الكليك، فكتربح مثلا تقريبا 0.20 او 0.30 0.35 دولار على الكليك، هذا ربح بالكليك وهو قليل بزاف في المايننغ. كاين الربح على انه داك اللي كي يشوف لوفر كيكليكي ويمشي للسيت ويعمر مثلا سيت ديزانفورماسيون ديالو، او يدخل واحد الزيب كود ديال لي بون ديال البنك ديالو. المهم الناس ديال اليو اس راه كيعرفوا هادشي، هذا يدخل هذاك الزيب كود ديالو وغتربح مثلا واحد جوج ثلاثه اربعه دولار على حسب واحد فاصل شي حاجه دولار من هذيك الطريقه هذيك، دونك باقي ما شراش. وكاين الربح على الليت، يعني على الشراء، يعني كيشري برودكت، فالربح اللي يعني اللي فيه بزاف والمايننغ اللي واقف عليه هو الربح على الليت، يعني على الشراء ديال لي برودوي، حيت كتوصل بعض المرات حتى ل 600 دولار على واحد البرودوي الا شراه مثلا شي واحد صيفط له هذيك الميساج، وخصوصا مثلا في الكازينو في الكريبتو، هاد لي زوفر ديال الكازينو ديال الكريبتو. مثلا الكازينو كيصيفط لك اوفر ديال واحد الكازينو اونلاين، مثلا كتسجل فيه كتحط فيه راس المال ديالك، فهنا كتربح انت مع هذاك السيد اللي تسجل اللي صيفط له الميساج او الكريبتو، فكتصيفط له مثلا عمله، كتقول له واحد الميساج واحد التصويره لا بغيتي كذا كذا، كليكي هنا كيمشي للسيت كيشري مثلا هذيك العمله، يشري بيتكوين بزاف ديال العمولات، فهنا كتربح معاه، يعني كيوصلوا حتى ل 600 دولار. وزيد لي زوفر على لي زوفر الاخرين، كاين اللي 50 دولار في العمولة، 90 دولار، 110 دولار، كاين اللي غير 5 دولار، وحنا غاليين. دونك هذه هي بالنسبه للارباح المتوقعه من المايلينغ. فالارباح المتوقعه من المايلينغ نقدر نقول لكم بانها صراحه ما عندهاش نهايه وما عندهاش حدود، يعني المتوقعه كيف ما انه تقدر ما تربح والو، كيف انه تقدر تربح. كيفاش اللي غادي يخليك، السر اللي غادي يخلي المايلر يربح ولا ما يربحش في المايلينغ، هذه اللي باقي غادي نبينها في لوغاس ديال الفيديو، حيت ماشي عندك راس المال وشريتي لي زوتي المايلر المايلينغ وبدا تخدم، لا خصك الطريقه الصحيحه اللي غادي نوريها لك. اذا الارباح المتوقعه فكنهضروا على نوصلوا الملايين في الشهر مثلا، كيف ما انه تقدر تكون زيرو، يعني ارباح كثيره. الامكانيات التقنيه التي يجب توفرها في المايلر، يعني كنهضروا على مايلر يعني اللي كيدير الساند اللي كيساندي، حيت كاين هنا في هذا الشيما هادي، فكاين اللي كيساندي فهو كيخدم غير بلابليكاسيون، كيخدم غير بالبارتي ديال الاب، وكاين اللي دونك كيخدم غير بارتي ديال الاب، وكاين اللي كيدير لا كونفيغوراسيون ديال لي سيرفر. هاد لي سيرفر غادي نهضر عليهم من بعد، وهما اللي كيخرجوا لك الميساج بزاف،
حيت نورمالمون واحد الحاجه ما شرطش ليها انه تقدر تخدم مثلا هذيك الشركه ديال الشركه اللي انت ديجا داير فيها كونت عادي، اي واحد يقدر يدير فيها عادي بلا ما يخدم في الماينينغ، بحال اللي قلت ما نذكرش الاسماء ديالهم، دير فيها كونت وتبدا تصيفط منها رسائل، فكيعطيوك الماكس واحد 400 500 ميساج في النهار، ف 400 500 ميساج في النهار ما غاديش تبيع فيها شي برودوي او تجيب فيها شي دولار، يعني كنهضروا على 20 كال فوق 30 كال فوق حتى المليون ديال السنت بارفوا، يعني وصلتي مليون السنت راك غناك الله عليك يقولوا هادشي اللي كاين. دونك كاين لا كونفيغوراسيون ديال هاد لي سيرفر اس ام تي بي، فهاد كونفيغوراسيون هادي كتحتاج شويه ديال التقنيات في لا كونفيغوراسيون، يعني خصو يكون ديجا معاك واحد التقني او شي واحد اللي كيعرف يدير هاد لا كونفيغوراسيون، فكتشري انت سيرفر عادي ديال اللي كتبغي تابرجي فيه مثلا واحد لابليكاسيون، وكيعطيوك لاكسي للروت وتما كتحولو سيرفر دو تيب اس ام تي بي، يعني تقدروا تقلبوا في جوجل كومون كونفيرتير او ترانسفير ان سيرفر او اس ام تي بي، فكيعطيوك لي كوموند سي ام دي باش تحولهم. اما اللي كيخدم في لابليكاسيون فبحال اللي غتخدم في لابليكاسيون ديال فيسبوك، ما كاينش شي حاجه اللي بالعكس هي راه ساهله على الفيسبوك. غادي نهضر على لابليكاسيون والداتا وسبونسور كلشي غادي نكمل ان شاء الله نهضر عليه، فلا ما تنساوش الا نسيت شي حاجه سبحان الله قولوها لي في لي كومونتير نجاوب اي واحد او ندير شي فيديو واحد اخر على هادشي هذا. فانا قلت لكم ما خسر والو من المايلينغ، غادي نبينو ونوريه لكاع اللي بغى يخدم فيه، نوريه لي ديتاي في الاول كيفاش غادي يبدا. اذا الامكانيات التقنيه قلنا انه تقدر بالنسبه اللي كيخدموا بلاب خاص تكون عندك واحد شويه ديال اش تي ام ال، اش تي ام ال هو لونغاج اللي كيافيشي لك لا باج ويب اللي كتقدر تبروغراميه بروغراماسيون ويب وتافيشي واحد لاباج ويب لي طابلو لي كولور لي زيماج كتزيدهم لي تحط لي فيديو انسي دو سويت. ف لونغاج اش تي ام ال هو ساهل بزاف، فاللي بغى يخدم لابليكاسيون مايلر خصو غير واحد يومين ولا 3 ايام في الاش تي ام ال وهو مزيان فيه، ماشي شي حاجه، كنستعمل لي كوموند لي هما بازيك وساهلين تقريبا واحد 10 ديال لي كوموند او 10 ديال لي باليز، فاش كنهضر على لي باليز كيكونوا دي باليز هكا ما بين انفيريور و سوبيريور، كتكون شي حاجه مكتوبه هنا، فهداك الشيء هو اللي كيتافيشات في المايننغ. دونك هادو هما الامكانيات التي يجب توفرها، اذا ضروري خص شي واحد، وهنا غادي نرجع لواحد النقطه انه اللي باغي يبدا المايننغ يبدا مع شي ايكيب او يبدا مع شي واحد ديجا خدم المايننغ، فما يمكنش شريتي سبونسر لقيتي سبونسر شريتي الداتا شريتي لابليكاسيون شريتي السيرفر وتقول غادي نبدا، لا اوبليجي خصك تبدا مع شي ايكيب ولا مع شي واحد ديجا خدم المايننغ، حيت كاين دي تروك ضروري خصك تعرفهم حتى هما غادي نبينهم ان شاء الله لو غيست. اذا هذه هي الامكانيات التقنيه، غادي نرجع ليها لي دي بوين فيها غير دابا ما تفكرتهمش. بالنسبه لراس المال، راس المال غادي نحتاجو فاللي كيدير المايننغ غادي يحتاج لي سيرفر، وهنا غادي نرجعوا لواحد الكونسيبت، كل ما حطيتي راس المال بزاف كل ما الامكانيه بانك تساندي او تلقى تغرى من تساندي كتكون كبيره بزاف، حيت المايننغ بازي على الانبوكس، والانبوكس هو الميساج اللي كيوصل في الاول يعني ما كينزلش سبام، فهذوك الشركات اللي قلنا اكس اللي كنعرفهم كيصيفطوا لي ميساج سيرفيس ديال لي ميساج كيفلتريو لي ميساج بزاف ديال الحوايج بالدومين ديالهم بالادريس اي بي ديالهم بالفروم يعني بالموضوع ديال الرساله بزاف ديال الفلتر عندهم، وديك الساعه كيما كينزلوا سبام اوكي يخليه في الانبوكس، فالمايلينغ بازي على الانبوكس، لكن عندك الانبوكس راك مزيان. وشنو هو انبوكس؟ يعني واحد لادريس اي بي كتكون انبوكس، نزيد نشرحها مزيان. حنا فاش كنصيفطوا اي ميساج مثلا من التليفون ديالنا من الاورديناتور ديالنا، فهداك اللي كيشد الميساج اللي كيوصل له الا دخل له السورس ديالو غادي يلقى الاي بي لادريس اي بي، فكنهضر على السورس كتكليكي على واحد 3 بوين في واحد الشركه ديال لي ميساجي وكتهبط للسورس بحال هنا كتكون وكتهبط للسورس وكتشيكيه، فكتلقى مصيفط من واحد لادريس اي بي، لادريس اي بي ديال التليفون او ديال الاورديناتور، وادريس اي بي كتكون عند ماشين وحده. اذا هذاك اللي المايلينغ من كيصيفط كيصيفط من السيرفر اذا غادا تكون لادريس اي بي ديال السيرفر، وكل سيرفر كتشريه مثلا سيرفر ان فكيعطيوك واحد لا مارج ديال لي زادريس اي بي، كيعطيوك مثلا 150 على حسب الجهد ديالك شحال باغي تشري، 10 ادري ادريس اي بي وحده شحال ما بغيتي، وهذوك لي زادريس اي بي في الغالب كيكونوا سبام، يعني الميساجات اللي كيخرجهم سبام، علاش؟ حيت ما كيكونوش معروفين عند هذوك الفلتر ديال لي زادريس ديال الفلتر ديال الشركه اللي كتصيفط لي ميساج،
ما كيكونوش معروفين عندها. فانت شنو خصك دير ليهم؟ خصك تعرفهم قبل ما تبدا تساندي بهم. كيفاش كتعرفهم؟ كدير بهم دي زاكسيون اللي هما مزيانين. مثلا كتساندي لواحد لي بواط ديالك انت، وكتبقى ديرهم تطلعهم من سبام الانبوكس، انت غادي حتى كيولي كيعرفهم وكيولي كيخليهم في الانبوكس، حيت الكليون فاش غادي يجيه ميساج، الا جا في سبام قليل اللي غادي يشوفه، ولكن الا جا في انبوكس غادي يشوفه ويدخل له، بطبيعة الحال يقدر يشري وتربح من مورا انت. اذا قلنا قلنا خص السيرفر، كل ما كانوا لي زادريس اي بي بزاف، كل ما الاحتماليه بانه يوميا كتيست على هذوك لي زادريس اي بي اللي بقات فيهم في الانبوكس، اللي بقات فيهم في الانبوكس راها تقدر تساندي بها. وكاين بزاف ديال الانواع ديال لي تيست. فكاين سيرفر، كاين داتا اللي خصك تشريها ضروري، وهي لا مارج او هذيك لي زيمايل اللي غادي تصيفط، مثلا واحد تكون عندك واحد المليون ديال مليون ديال لي زيمايل، او اكثر من مليون ديال لي زيمايل، لي زيمايل ديال الامريكان، لي زيمايل ديال بريطانيا، ديال ايطاليا، ديال استراليا مثلا، على حسب الدول وهذوك لي زوفر اللي خدامين في هذوك الدول. فالداتا كتقام شويه غاليه. كاين الانواع ديال الداتا، كاين الداتا اللي هي كتكون فيلتري، يعني كتكون كلين، يعني كتكون كلينر، دار فيها الكلينر من قبل، يعني تنقات. شنو كيفاش كتنقى الداتا؟ يعني كيتحيدوا من هذوك لي زيمايل اللي هادي شحال ما تفتحوش، ولي زيمايل اللي فيهم اخطاء في الكتابه مثلا، ولي زيمايل اللي ما بقاوش كيخدموا او تلغاو او مولاهم وقف هذاك الكونت ديالهم. هذا هو الداتا كتكون كلين. اذا مش كتكلينيها، كاين دي سيت ويب هما اللي كيكلينيوها. دونك الداتا تقدر الصراحه شي واحد اللي غادي يبدا المايلينغ ما غاديش يبدا مع ايكيب، من الاحسن يبدا مثلا بواحد الداتا ديال $50، يشوف شي صاحبه ولا شي واحد في المخده في المايلينغ ويشريها. الداتا كيجمعوها الهنود بزاف معروفه. دونك مثلا عندك واحد، نقولوا واحد $50، واحد $50 ديال الداتا. وكاين لابليكاسيون، فلابليكاسيون ديال مايلينغ هي اللي كتجمع لك ما بين داتا سبونسور سيرفر. كتختار سيرفر، داكشي غادي بلا ليست دي غونون. لا ليست دي غونون هي هذيك لا ليست اللي كتكون فيها هكا لي فلاش، صافي. كتختار سيرفر، من بعد كتختار لادريس اي بي اللي تابع لك السيرفر، كدوز كتختار اش من داتا غادي تساندي فيها، واش ديال الميريكان، واش ديال، وان هي فيهم، فكتكون ديجا امبورتي في لابليكاسيون. غادي نقول لكم من بعد لابليكاسيون فين كتكون. حتى هي كتكون في سيرفر، ولكن كيكونش اس ام تي بي، فكيكون سيرفر عادي كنحطو فيه اي دوسي، فيه واحد لو سيت ويب، هي اصلا كتكون سيت ويب، كتهزها كتحطها تما، هي تابيرجات، كتخلص طبيعه الحال الشهر بحال كتخلص اي سيرفر. دونك كتختار بحال اللي قلنا، كتختار الداتا والنوع ديال الداتا ولا مارج، يعني عاد ساندي غير واحد 10K غير واحد 20K. من بعد ملي كتختار الداتا، كتختار سبونسر، وكتختار موراه كتختار لوفر. اوفر كتختار لوفر عاوتاني، حيت سبونسر مثلا سبونسر اكس واحد جوج مثلا، هذه هي السميه ديالو، تابع له لي زوفر ديالو اللي انت خديتيهم منه. وكيفاش كتاخذهم من سبونسر لي زوفر؟ كتكوبي غير واحد الليان ديال لوفر وكتحطو في لابليكاسيون، كتانغوجيستري، صافي ها هو عندك الليان ديالو. كيفاش كيتم العمليه ديال البيع؟ وهذا سؤال مهم. فالعمليه البيع كتتم او كيفاش هذاك سبونسور كيعرفك انت اللي بعتي داك البرودوي. فهذاك سبونسور كيكون عنده واحد الليان، واحد الليان خاص بك انت ككليون. فاش كتهزو كتحطو في لابليكاسيون ديالك وكتبيع به واحد لوفر، وهذاك لوفر الكليون كيكليكي على ديك الليان، فملي كيكليكي على ديك الليان فكيكليكي على الايدي ديال سبونسر، الايدي ديال سيرفر، الايدي ديال الداتا، يعني كيكونوا معروفين. ففاش كيشري نيشان كترجع العمليه بالعكس، وكترجع للسبونسر وكيزيد لك لي دولار في الكونت ديالك. اذا كاسيون هذا ديال سبونسر، فمن بعد غادي نتفاهموه مزيان. قلنا لابليكاسيون كتجمع هادشي هذا كامل. ارنا نزيدو نديطايو شويه لابليكاسيون. لابليكاسيون تقدر دير، ما تبدا مثلا ب 400 دولار، 300 200 دولار. كل ما كانت الابليكاسيون ما فيهاش لي وارنينغ، يعني ما فيهاش لي زيرور، كل ما كتكون مزيانه.
يعني اللي كاين لي زابليكاسيون ديال لي سوسيتي دابا، فما يبيعوهمش، واخا يعطيوهم شنو ما عطاوهم ديال الفلوس ما يبيعوهمش. علاش؟ حيت لي ديفلوبور ديالهم هما اللي صاوبوهم، وفاش كيصاوبوهم لي جينيور ديالهم بطبيعة الحال هما اللي كيصاوبوهم، والناس اللي كيديروا البرمجة ديالهم. ففاش كيصاوبوهم كيكونوا فيهم بزاف ديال لي زوتيل اللي كيعاونوا في الخدمه. بحال اش كيعاونوا في الخدمه؟ غادي نعطيك مثلا غير اكزامبل ديال لورديناتور ديالي انا. فانا مثلا كنت كنخدم بيروتيك او سيكريتاريا، وعندي كنحتاج مثلا نحول من بي دي اف للوورد، فلا كان عندي واحد اللوجيسيال في البي سي ديالي اللي كيحول لي من بي دي اف للوورد، ما غاديش نضطر دابا ساعه نكونيكت على الانترنت ونهز داك الفيشيه ونحوله للوورد. لا، يعني لابليكاسيون كل ما كان فيها لي زوتيل اللي كيسهلوا العمليه الخدمه المايلينغ فكتكون مزيانة، وطبيعة الحال كتكون غالية وغالية بزاف. إذا $500 تقدر تجيب لكم شي أبليكاسيون اللي تكون ناضية مزيانة، وأساس هذا اللي غادي تشريها من عنده. عطيه واحد الوقت ديال يعطيك واحد الوقت باش تجربها، باش إذا كان فيها شي وورنينغ ولا شي حاجة ديسفونكسيون في شي بارتي خصو يتدخل ويصاوبو. أوبليجي. اذا هذه هي لابليكاسيون. نعطيكم مثلا غير واحد ليكزومبل ديال لابليكاسيون. ابليكاسيون الا ما كانتش كتراكي الناس اللي كيديروا الانسبسكرايب، حيت فاش كتصيفط الميساج لو كود الميساج لتحت كتجي كدير له انسبسكرايب، يعني لانساب، يعني باش ما كيبقاش يوصلوا بحال هاد الرسائل اللي كتوصلوا انت. علاش؟ باش ما كطلعلوش الدم ويديكلاري بيك، حيت لا ديكلارا بيك لعند السيرفر، لا ديكلارا بيك مثلا لعند السيرفر ديالك حيت كتكون فيه لادريس اي بي، هذيك لا داك الاي بي ديالك، ديك الاي بي ديالك اللي كنت كتصيفط بها اللي هي متعلقه بواحد السيرفر اللي ديال واحد الشركه، فهذا كيكون رابور خايب بالنسبه للشركه ديال السيرفر. اذا شنو كضطر الشركه؟ كتوقف لك السيرفر، الشركه راه كتوقف لك السيرفر. اذا خصك تفادى داك خونا اللي كيدير اللي كيريكلامي بك، تبقى تصيفط له بزاف الميساجات، وباش تفاداها كدير له انسبسكرايب. انسبسكرايب يعني كيكليك ما كيبقاوش يوصلوه الميساجات، وكيختار اما انسبسكرايب ديال الاوفر او انسبسكرايب ديال السيرفر بصفه عامه، او ديالك كمايلر، يعني هذا الايميل هذا ما بقاش تهضر معاه كاع. اوكي، دونك لابليكاسيون ما كاتش كدير هادشي هذا، يعني اللي كيكليكي ان سبسكرايب كترجعوا لك وكتحيدوا من لاباز دو دوني ديال الداتا كامله، اما كتحيدوا من اللوفر او كتحيدوا من لي زوفر اللي كيسنديها السيرفر. كنظن تفهمنا دابا. اذا تفهمنا على هاد القضيه ديال لابليكاسيون كتنقي لك الناس اللي ما كيبغيوش داك الميساجات يوصلوا ليهم، زائد بزاف ديال الخدمات يقدروا يديرهم لابليكاسيون. فهاد الشيء نهضروا على راس المال، عندك $50 مثلا ديال الداتا باش تبدا، غير باش تبداو تيستي، حتى ال 100 حتى ال 200 حتى ال $500، وزيد خصك يكون عندك يعني على الاقل واحد 5 المليون ديال لي زيمايل باش كتيستي. فهاد الا كانت الداتا كلين يعني ولابليكاسيون شنو كدير؟ لابليكاسيون كتفرق ليك ملي كتساندي مثلا واحد لوفر واحد 500 كا 500 الف ميساج، يعني كتفرق ليك الناس اللي كيفتحوا الاوبنرز، كيتسموا الاوبنرز والكليكرز، كاين الاوبنرز والكليكرز ولا سبسكرايب. الكليكرز غير اللي كيكليك على الميساج ويشوف، باردون، الاوبنرز كيفتح الميساج وكيشوف صافي، ولكن الكليكرز كيكليكي وكيمشي للسيت. فكتحاول تفرقهم ليك، يعني علاش؟ باش مره اخرى ملي كانت عندك شي ادريس اي بي طلعت انبوكس وكتساندي بها، ما تضيعهاش بزاف في لي زيمايل اللي هما كيديروا غير الاوبن مثلا، كتصيفطها غير في الناس ديال الكليك، يعني 100% غادي كليكي على لوفر ويشوفوا، فهمتي؟ وتسانديها من بعد حتى في الاوبنرز اللي كيما كيديروا والو، كتخليهم حتى الاوفر وحده اخرى ولا الادريس اي بي وحده اخرى، اذا كتفرق ليك. وكاين لي زابليكاسيون دابا اللي كيديروا حتى كي اناليزيو لي كليون، لا ناتور ديال هذاك الكليون اللي كيتصيفط على لي زاكسيون اللي كيديروا، شنو لي زوفر اللي كيفضلوا، فهمتي؟ هي كتفرق هذيك لي زوفر، كتقول لك من الاحسن سانديها في هاد الداتا هادي، على حسب الكونتري، على حسب الدين ديالهم، على حسب لاج، على حسب لو ساكس ديالهم، بزاف ديال لي كريتير. اذا هذا هو الدور ديال لابليكاسيون. قلنا كاين سبونسر خصك تكري معاهم كونت، كتدبر دي سبونسر، ما كتخلص والو. سبونسر بطبيعه الحال كيكونوا على برا، هادو هاد لي ليان ديال هاد من تصاوب هادشي ومن هاد تشري وهادشي
غادي دائما نديرهم في الفيديو الثاني ان شاء الله اللي طبيعه الحال الا عجبكم الفيديو قلت لي في لي كومونتير نزيد دي فيديو واحد اخرين غادي نخلي دي ليان على هذا الشيء هذا. دونك لي سبونسور كتكري معاهم كونت من احسن تكون عندك شويه لونغلي باش تتعامل معاهم وصافي كتبدا الخدمه معاهم. ف كاينين خمسة وتقريبا من الستة ديال لي سبونسور اللي هما معقولين ومعروفين بزاف في الدومين فما كتخافش مثلا على لي غوفوني ديالك اللي كتجيب او الفلوس ما تمشي لك ولا شي حاجه فكي صيفطوا لك الامور ديالك شهريا غير انت خصك تكون معقول وما تكونش كتكذب وما ديرش مثلا شي فروم او سابجكت في شي ايميل اللي هما ما كيبروبوزيوهش ها دير شي حاجه او كتكذب بزاف او هذا فما خصكش دير هذا الشيء خصك تكون سيريو معاهم. اذا السيرفر اهل السيرفر شحال كيديروا لي سيرفر حتى هما من 30 دولار على حسب لي زادريس اي بي اللي غادي يعطيوك. يعني مثلا واحد بغيتي تبدا مزيان المايلير نتو المايلينغ نتوما كايكيب بغيتو تبداو المايلين عندكم مثلا واحد 10000 درهم ولكن ا كونديسيون تكونوا ديجا الدراري خدامين معاك شي وحدين خدامين. الا كنتي غير بوحدك بشويه بشويه شري سيرفر واحد تيستي عليه شري داتا غير قليله تيستي عليها ابليكاسيون بازيك تيستي بها من بعد دوز لوحده اخرى وغادي يبان لكم ان شاء الله الضوء. هادشي اللي كاين في راس المال الطريقه الصحيحه للبدء. الطريقه الصحيحه انا كنفضل تبدا مع ايكيب علاش حيت كاين دي سكري اللي ما غاديش تعرفهم بحال مثلا فالميساج نعطيكم على مثال الميساج فاش كتبغي تسانديه فكيكون فيه واحد نيجاتيف واحد نيجاتيف ما كيبانش كميساج هكا نشوفوه ولكن في لوكود سورس كيكون شنو هو النيجاتيف نقدر نقول لكم مليون كاركتير او مليون حرف مخربقين كل حرف وكيفاش هذاك المليون ديال لي كاركتير او هذاك الفيشي تخيلوا شي فيشي تكست بوينت اكس تي عامر بالحروف مدكسين مع بعضياتهم فهذوك الحروف هذوك كيتسموا نيجاتيف. هذاك النيجاتيف كيكون الفلتر كيقبل به وكيدوزو انبوكس يعني الميساج اللي فيه داك النيجاتيف كيكون الفلتر كيطلع داك الميساج انبوكس ولكن على اساس بانه تكون حتى الاي بي انبوكس. اذا ديك النيجاتيف شنو كيعاون لادريس اي بي باش تطلع في الانبوكس ما تنزلش سبام. هذاك النيجاتيف ابليكاسيون اللي كتجمعو اللي كدير له لا جينيراسيون كتجينيريه ولكن انت عندك ابليكاسيون بازيك شنو خصك دير وغادي نقول لكم على سبب واحد اخر اللي غدير هاد القضيه هذه عاوتاني. اولا على النيجاتيف دونك هذيك لابليكاسيون اللي كتجمع هذا الشيء هذا خصها تكون ابليكاسيون مزيانه وكبيره وواعره. دونك فاش كتجمع شنو كدير هي ديك لي مايلر ديالها كيخدموا بداك النيجاتيف ديال لابليكاسيون ديالهم كيسانديو به لي زوفر. ارانا انت خصك ضروري يكون عندك واحد الايميل ديالك هاد الايميل ديالك مزروع فين مزروع في الداتا مزروع في الداتا يعني انت كتعتبر راسك ككليون وكيبقاو يجيوك لي زيمايل ككليون. يعني شنو كدير شنو كتشوف كتشوف السوق شنو فيه هاد العربيه هادي يعني كتشوف لي ميساج اللي كيجيوك انبوكس راه تمدخلهم في الداتا يعني 100% لي مايدر هما اللي كيصيفطوا لك كتدخل داك الكود سورس كتكليكي على لي 3 بوين وكتكوبي داك النيجاتيف وكتساندي به انت. اذا استعملتي الايميل ديالك جاو فيه لي زوفر خديتي نفس الطريقه يعني بحال اللي كتحاول تسرق الطريقه اللي ساندي بها المايدر الاخر تساندي بها. وطبيعه الحال قلت تسرق الطريقه فكتشوف الفروم دايش ساندا يعني الدومين بعض المرات كيكون دومين طالع مثلا شنو هو الدومين فاش كيكون مثلا واحد كيكون واحد الميساج اللي هو مثلا فيه نسميه مثلا ماي at e my at e مثلا arrobasc نسمي نورمالمو tsrio.com فهذا هو كيتسمى الدومين كيكون هاد الدومين هذا دايز الا سانديتي به انت حيت في لابليكاسيون كيعطيك شنو تحط كيعطيك تحط الفرونت دومين مين كتساندي ياك كتكتبو كتكون انت شاري. المهم بعد نوصلوا هاد القضيه هادي المهم فروم دومين كيعطيك لابليكاسيون تدخلو كتدخل فروم سابجيكت وال HTML او الكود ديال او لي زيماج اللي غادي يبانو او لي ليان اللي غادي يبانو لداك خونا اللي غادي يجي الميساج. اذا هذا هو فروم دومين. دونك هذا يقدر يكون انبوكس طالع انبوكس ولي فلتر كاملين كيدوزوه تقدر تسندي به اي ادريس اي بي واخا تكون سبام ودوز لك انبوكس بفضل هذا الفروم هذا. اذا ها علاش
واحد القضيه واحده اخرى، علاش دير انت الايميل ديالك ويبقاو يجيك؟ وكاين بزاف ديال الاستعمالات، اذا ضروري خصك يعني الا كنتي باغي تخدم المايننغ وما كانش عندك هذا الايميل هذا، فغيبدا ما تبدا ضروري خصك تزرعو في لي داتا بزاف، وتزرع الايميل الاول والثاني والثالث، وكل ما ديك الداتا تباعت وتخدم بها وتعاود تباعت وتخدم بها، فما عمرو لي زيمايل ما كيتقطعوا عليك، وكل ما جاوك بزاف كل ما كتكون انت اونكور بالجديد، ديما اونكور بالجديد. اذا غادي نرجعوا فين مشينا، وصلنا للطريقه الصحيحه. اورديناتور خصو يكون عندك مزيان طبيعه الحال، كنهضروا على اي 5 8 جينيراسيون ولا 6 جينيراسيون مثلا، الفوق اكرون مزيانه شويه ما معدباش ماشي صغيره، يعني المهم الجلسه تكون مرتاحه، وخصك تكون كتصبر لان المايننغ خصو تصبر، وبحال اللي كيقولوا خصك دائما تكون موجد للمناسبه. يعني فاش كيكون شي حاجه بعض المرات كيكونوا دي باساج في المايننغ، شنو هما الباساج؟ كاع لي زادريس اي بي كيطلعوا انبوكس صافي، كلشي ما حتى حاجه ما سبام، مشكل وقع في الفلتر، كلشي انبوكس. ولا ما كانش عندك لي سيرفر شاريهم، اش عاد تنط بقا تشري الا ما كانتش لابليكاسيون مزيانه، الا ما كانش عندك الداتا فين تساندي، الا ما كانش سبونسر اللي فيهم لي زوفر يعطيوك تساندي. اذا شنو خصك تكون ديما موجد هادشي هذا محطوط لي سيرفر يكونوا، كل ما كان داكشي بزاف كل ما البوسيبيليتي كتكون عندك كبيره باش انك تلقى الحظ ديالك وتبيع لي برودوي وتبيع من عن طريق لي زيمايل اللي كتصيفط. بحال اللي قلنا اذا خصك تكون واجد وما نتوقعوش الصرف يدخل من الشهر الاول ولا الثاني، سي بوسيبل دخل الشهر الثاني مثلا الاول، ولكن عادي اللي كيدخلوا المايننغ اولا كيدخلوا في الشركات كيديروا فورماسيون شهرين ديال الفورماسيون، يعني حاجه نورمال حسب راسك راك فورماسيون الشهرين الاولى، والشهرين الثانيه حاول تعطي شويه الدق ويكون ديما عندك الموجود باش تخدم. دونك هذا الشيء هو اللي كاين في الطريقه الصحيحه. فلا تفكرت شي حاجه غادي نرجع عليها في الاخر الفيديو، المده قبل بيع او ادخال اول دولار هي الطريقه اللي قلت لكم، على حسب كل واحد وعلى حسب السبونسر اللي كيخدم معاه، على حسب الداتا اللي كيساندي فيها واش مزيانه ولا لا، حسب لابليكاسيون وعلى حسب السيرفر. فالشباب اللي بغى يخدم المايننغ خصو يتوكل على الله ويبدا خطوه بخطوه. فالطريقه كيفاش كنخدموا لي زي بي كنطلعوهم انبوكس، فراك بحال اللي كتخدم مثلا شي بروجي، كتحاول دائما تشوف الحاجه اللي مزيانه وتخدم الصالح ديال الميساج. ملي كنقول تخدم الصالح الميساج اللي غادي تصيفط انت غادي تصيفطو، مثلا شريتي السيرفر في الاول عطاوك 10 ديال لي زادريس اي بي، هذيك لي زادريس اي بي تيستيتيهم على ثلاثه ديال البواطات. المايننغ بعدا راه كنخدموا بلي نافيغاتور بزاف كنخدموا لي نافيغاتور، خصو يكون عندك 4-5 ديال لي نافيغاتور، هادشي ولي نافيغاتور كيديو بزاف في الرام، يعني خصو يكون عندك بي سي شويه بيرفورمون ما يبقاش يتبلوكا، لا تبلونطا وكاين الانبوكس وبي سي تبلونطا لك، فغير لوح الزمار وسير بحالك. دونك غادي نرجع للهضره اللي قلت قبيله، اللي هي ملي كنشريو لادريس اي بي مثلا، وكنشريو مثلا واحد 10 ديال لي زادريس اي بي من واحد السيرفر، فهاد الزادريس اي بي كيكونوا سبام، كنتيستيهم على لي بواط ديالنا كنلقاهم سبام او بقاو حتى انبوكس الا كان على الزهر كيهرس الحجر. فهادوك خصنا نسانديوهم فين باش كنطلعوا الرابور ديالهم؟ كنسانديوهم لي بواط ديالنا، هذا هو اللي كيتسمى الريبورتين، وهو كنطلعوا الرابور ديال لي زادريس اي بي ديالنا، اننا كنصيفطوهم لي بواط ديالنا. فانا كنكون ديجا مكري بواحد الطريقه، كاين دي ميثود، هادشي خصو يكون فورماسيون ضروري في المايننغ، كاين دي ميثود اللي كتكري بها دي بواط وكيتبقاو يتفتحوا اوتوماتيكمون، فهاد الريبورتين كيبقى يدار اوتوماتيك، يعني كتكري انت مثلا 100 بواطه ديال واحد الشركه اكس، ملي كنقول ما كنبغيش نذكر الاسماء، 100 بواطه او 200 او 1000 اذا كان ايكيب، فكل واحد كيكري شويه وكنكونوا 1000 بواطه. كل ما كانوا العدد لي بواط اللي كتساندي فيهم واللي كيطلعوا الميساج من السبام الانبوكس بزاف، كل ما الاحتماليه بان ديك الاي بي لا غدا تعاود تيستي تلقاها انبوكس صافي. دونك هذه القضيه كتسمى الريبورتين، يعني خصك اللي كيبدا الماين خصو لي نيميرو ديال لي تيليفون تقريبا، لي نيميرو التليفون علاش باش تكري بهم بواطات، كل نمره التليفون كتكري مثلا 5-10 ديال لي بواط،
وهذوك لي بواط خصك تعرف تبقى تدير فيهم دي زاكسيون اللي هما مزيانين باش ما يتبلوكاو شي يمشيو. المهم هذا هو الريبورتينغ. فكتبقى غادي مع لادريس اي بي شويه بشويه كتساندي في كل بواطه، كل اي بي مثلا كتخرج لك 10 ديال، كتخرج فيها في الاول مثلا 10 ديال لي ميساج، 10 ديال لي ميساج يعني تساندي في واحد البواطه تساندي 100 ميساج. ف 100 ميساج بزاف كثيره شويه بزاف، ساندي مثلا غير 50، كل اي بي تخرج لك 5 ديال لي ميساج كل بواطه، يعني كتضرب 50 مثلا كتضرب 50 في 100 راك كتساندي بزاف ديال لي زيمايل كتخرجهم من هذاك السيرفر. وهكا كتبقى غادي شويه بشويه حتى واحد النهار مثلا 4 ايام ولا 5 ايام ولا سيمانه كاع ولا حتى 10 ايام كتيستي كتلقى ثلاثه من هذوك لي زادريس اي بي طلعوا انبوكس، من هذوك ال10 ديال لي زادريس اي بي طلعوا انبوكس او 5 او 10 بهم. فهنايا كتبدا تساندي مثلا كل جوج وبالنسبه للساند ديال لي زادريس اي بي فكتقدر تختار ان واحد لوفر مثلا ديال الشراء ديال واحد البرودوي اكس اللي كيتساند في واحد الداتا تقدر تخرجو بالتناوب جوج ديال لي زادريس اي بي تناوب عليه، يعني كل مره غتبغي تخرج مثلا 50 كا ديال لي ميساج لادريس اي بي رقم واحد غتخرج لك 25 كا، والثانيه تخرج لك الثانيه تخرج لك حتى هي 25 كيتناوبوا مره هذا مره هذا باش الاحتمال بانه طيح سبام كيكون قليل، او ثلاثه او هذوك 10 كاع يتناوبوا على واحد لوفر مثلا. وهنا كتبقى الطرق ولي ميثود ديال الساند في المايننغ كيختلفوا. غادي نحاول نوقف الفيديو دابا ونحاول نتفكر شي حاجه ونعاود نقولها لكم. علاش دابا هاد لي زيمايل مثلا نخرج 100 كا غادي يخرجوا ل 500 كا ولا حتى مليون سنت غادي يخرج، مليون ايميل غادي يمشي. فهاداك النيجاتيف عنده دور، ضروري خصني نتيستي، ضروري يكون عندي النيجاتيف جديد فاش نساندي بادريس اي بي انبوكس نيجاتيف جديد. ودائما خصني لا شتو طاع لا شت الاي بي بدات حيت فاش كنساندي مثلا كنساندي ل 50000 ميساج راه انا كنقول له في كل 1000 ميساج تصيفطو للناس الاخرين غادي تساندي لي واحد تيست انا في البواطه ديالي ماشي اللي كتكون وسط الداتا، لا بواطه واحده اخرى عندي انا بيرسونيل بي سي ديالي، تقول لي ساندي لي واحد تيست انا نشوفها واش باقا سبام، واش باقا انبوكس نزلت سبام، لا نزلت سبام وقف ما تزيدش تساندي، بدل نيجاتيف عاود كمل الساند، شتيها باقا سبام بدل نيجاتيف واحد اخر بدل فروم الفروم كذا كذا، وانت واحد الساعه غادي يكون عندك واحد الميزان فوقاش الاي بي كطيح انبوكس صافي فوقاش لا. يعني اي بي انبوكس على حسب فاش كنت باقي خدام، انا كانت في مثلا في واحد الشركه اكس كتوصل، يعني هذوك الشركات صراحه تقدروا تلقاو في واحد الكومونتير يفكرني شي واحد ونكتبهم ليكم، كنظن راكم عرفتوهم بلا ما نزيد نبينهم. على حسب تقدر مثلا تخرج لك 30 كا 35 كا 50 كا عطيح لك طيح لك في السبام. هذه واحد كنهضر على واحد الادريس اي بي. الاخوان كنكون هنا على الاقل بينت واحد الصوره عامه على شنو هو المايننغ اللي باغي يدخل له. فما تنساوش بالنسبه للامكانيات اللي خصها توفر او شنو خصني نشري من بعد، خصني نشري لي فروم لي دومين، خصني نشري لي دومين. شنو هما لي دومين؟ هما لي دومين زيدوهم على لاب والداتا والسيرفر. الدومين هو اللي بحال اللي قلت لكم كيكون مثلا واحد الايميل اكس مثلا شي تخربيقه اروباسك مثلا انفو.كوم او تي بي انفورماتيك.كوم او ابديت انفورماتيك.كوم او شي حاجه.كوم، هذاك هو الفروم دومين. وهذا كيكونوا كنشريوهم مثلا من كاينين شركات اللي كيبيعوا هذوك لي دومين كيكونوا كيداروا بشحال تقريبا العام كيديروا شي ما عرفتش شحال، المهم ما كيفوتوش واقيلا 5 دولار ولا 2 دولار ولا شي حاجه، كنظن العام العام او الشهر والله ما عرفت. المهم هذوك كيكونوا عندي مثلا واحد 10 ولا 20 هما اللي كنبقى نسانديهم في لي زوفر، فتا هما كنسيليكسيونيهم في الداتا. راه قلت لكم لابليكاسيون راه هي كلشي. غادي ندير ان شاء الله دي ديمونستراسيون على هاد الداتا هادي كيفاش دايره، وعلى لي سبونسور لي دي زيكزامبل عليهم، وعلى الداتا مين تقدروا تشريوها ولي سيرفر كيفاش تكونفيغيريوهم وكيفاش تختاروا لي زادريس اي بي اللي هما مزيانين وتشيكيوهم قبل ما تشريوهم، ولي دومين مين تشريوهم وكيفاش تخدموهم في لابليكاسيون. فهادشي كامل غادي نهضر عليه ان شاء الله بالديتاي. بحال اللي قلت لكم غادي نكون تقريبا دابا هضرت على اون جينيرال على كلشي. ما تنساوش قلت لكم كاينه فورماسيون اللي بغى يدخل يتواصل معايا، وكاين دي فيديو غادي يكون ان شاء الله في لاشين الثانيه اللي هي برينسيبال ديالي. وهذا الشيء اللي كاين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نخليكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم.